بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك، نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك. اللهم زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، وأدخل السرور على قلوب المحزونين، واجبر كسر المكسورين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة. اللهم أعنا على إكمال هذا الشهر على الوجه الذي يرضيك عنا، وأتم علينا العافية والخير والرحمة والبركة بفضلك، وكما أعنتنا على ذلك فاقبل منا ذلك، ووفقنا أن نكون على مرادك ما حيينا يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. الحديث 70: حديث لا حسد إلا في اثنتين. والحسد له معنى قبيح ومعنى يعني مليح، يعني له معنى حرام من الكبائر، وله معنى مستحب ومطلوب. المعنى المستحب اللي هو في قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في أمور الآخرة فلتتنافس. أما المنبوذ والمكروه هو الذي يكون في أمور الدنيا، التنافس في أمور الدنيا، وأن تتمنى زوال النعمة من أخيك وتكون لك، هذا من الكبائر. والحاسد كالنار يأكل نفسه، فيكفيه عقوبة في الدنيا أنه يأكل نفسه، ويكفيه شؤم أنه لا يرضى بقسمة الله على العباد، فنسأل الله السلامة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وفي رواية تانية: ورجل أتاه الله القرآن، فيبدو أن الحكمة هي القرآن، فهو يقوم به بالليل ويعلمه الناس بالنهار.
رجل أتاه الله مالا أي من حلال، يبقى لازم يكون مقدر كده أنها من حلال، لأنه طالما هتبقى يقبل عند الله، الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلابد أن يكون مصدره حلال. يبقى رجل أتاه الله مالا حلالا، مقدرة كده مفهومة ضمنا دون أن يذكرها النبي، فسلطه على هلكته في الحق أي ينفقه على مراد الله. يبقى هلكته هنا ونفقته في مراد الله، فلا يستخدم المال الذي من حلال إلا في طاعة الله، فلا يستخدمه في معصية الله. فما يشتريش بيه سجاير، ما يشتريش بيه خمرة، ما يشتريش بيه أمور محرمة، ولا يستهلكه للزهو والكبر والفخر أمام الناس ولو بمباح. ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، والحكمة هنا هو الشرع الشريف القرآن والسنة. ظاهر الحديث يقول ظاهر الحديث يدل على جواز الحسد في الصفتين المذكورتين ومنعه مما عدا ذلك، والكلام عليه من وجوه، أحدها هل هذا الحسد هنا حقيقة أو مجازا؟ محتمل، والظاهر أنه مجاز، وهو إذا حقق غبطة وتنافس. يبقى الحسد اللي مذكور هنا في الإيه هو الغبطة والتنافس، وقد قال جل جلاله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في ذلك أي في أمور الآخرة. والدليل على أنه غبطة لا حسد، فلأن حقيقة الحسد إنما يكون في شيء ينتقل عادة من واحد إلى آخر بوجوه ممكنة جائزة، مثل أن يرى شخص على شخص النعمة فيريد أن تنتقل تلك النعمة إليه ويفقدها صاحبها. ولذلك قال جل جلاله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، معناه لا يطلب أحد من أحد مما أنعم الله عليه، ويسأل الله الذي أنعم على أخيه أن ينعم عليه بفضله، فإن كل نعمة من الله على عباده إنما هي من فضله ومنه لا بوجوب ولا استحقاق. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا حسدت فلا تبغي، لأن الحسد هو ما قدمنا ذكره من انتقال النعمة التي على شخص إلى غيره، وقد يكون انتقالها بزيادة خير الآخر. مثال ذلك أن يرى شخص ثوبا على شخص فيتمنى أن يعطيه إياه ويطلبه له، فيفتح الله على صاحب الثوب بما هو خير منه فيتصدق بها على الذي حسده فيه أو يبيعه منه، فقد حصل للحاسد مقصوده وزادت النعمة على المحسود. أما البغي بقى هو أن يريد أن تنتقل النعمة من صاحبها إلى غيره بضرر يلحق صاحب النعمة. مثال ذلك أن يرى أحد بعض متاع الدنيا عند شخص فيتمنى أن يكون ذلك المتاع عنده وصاحبه ميت أو مقتول أو منفي أو ما أشبه ذلك من وجوه الضرر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا حسدت أي تمنيت أن يكون عندك نعمة وجدتها عند إنسان فلا تبغي، أي لا تتمنى له الضرر، ولكن تمنى على الله أن يعطيك مثل ما أعطاه. هذه معنى لا تبغي، يعني لا تتمنى له الضرر، واسأل الله أن يعطيك، والله سبحانه وتعالى فضل واسع يسع الخلق جميعا ويزيد فلا نهاية لفضله. فالأولى أولا ألا تحسد أحد، الأصل الإنسان المؤمن الكامل لا يمد عينيه إلى ما متع الله به أحد من زينة الدنيا، لأن شوف حال النبي هو حال الكمل، النبي ده أكمل الخلق، قال إيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. مش بيقول للنبي كان النبي بيبص المتاع الدنيا، لا، ده بيبين لنا حقيقة في النبي، يعني استمر على ما أنت عليه من عدم النظر إلى زينة الدنيا. فكأن الله أراد أن يبين ما في النبي، لا أن ينشئ في النبي شيء غير موجود. النبي هذا حاله، عرضت عليه جبال مكة أن تكون في يده ذهب ويد غيره تراب، أبى صلى الله عليه وسلم، خير في الرزق والأجل ولم يخير أحد في رزقه ولا أجله،
فاختار مراد الله منه لكمال علمه بالله ولكمال غناه بالله، فهو لا يستغني بشيء فاني، لأنك لو استغنيت بالذهب لذهب، ولو بالفضة لانفضت، لكن لو استغنيت بالله غناك يدوم ولا يزول. فكان غنى النبي بالله لا بذهب ولا بفضة. فلما عرض عليه الصخور تبقى في يده ذهب أبى، لأنه لو كان أراد ذلك كان مفتخرا إليها، ولكن لأنه مستغني عنها فأبى صلى الله عليه وسلم، مستغني عنها بالله، فهو أغنى الخلق بالله وأفقر الخلق إلى الله. ولذا الأصل في الكامل ألا يحسد أصلا، ولا ينظر إلى زينة الدنيا عند الآخرين، ولا يتمنى لزوالها منهم، ولا أنها تبقى عنده زيها، لكمال رضاه بما أقامه الله فيه. يعني إيه؟ كأنها يعني لا تمثل عنده اهتمام، لأن كل همه أن يصل لمولاه لكمال تفويضه وتسليمه. فالأصل ألا حسن. طب أنت مش من الكمل وبتحب يعني برضه بتبص لشوية الزينة، يبقى على الأقل بقى إذا نظرت إليها فتمنى أن يكون لك مثلها دون أن تزول عن صاحبها. بس إن كان بقى ولا بد، إن كنت أنت من إيه مش من الكمل، يعني عندك نوع نقص، فليكن نقصك هذا لا يوصلك إلى إيه، إلى التقصير وإلى جانب الحرمة، فكن في جانب المباح. فالمباح إنك أنت تشوف حاجة حلوة تقول يا رب اديني مثلها، لكن ايه ما تقولش يا رب ازلها من فلان واعطيني هذا الشيء، لا كده حرام، لان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. عشان كده الشيخ بيقول لك هنا: فالاولى اولا الا تحسد احدا، فان اعجبك شيء من الاشياء فاسال الله ان يعطيك من فضله كما اعطى ذلك الشخص، فإن لم تقدر على ذلك وأبت نفسك إلا ذلك الشيء بعينه فاسأله بلا ضرر يلحق لصاحبه. لو كنت يعني أقل درجة شوية بقى كمان، إحنا قلنا إيه، لو أنت كامل ما تحسدش أصل، يعني لا تتمنى شيء مش عندك، وعشان كده النبي كان لا يطلب المفقود ويرضى بالموجود، كان النبي حلو كده لا يطلب المفقود ويرضى بالموجود، ودي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قل من نبه عليه. لكن انت بتطلب المفقود مثلا، يبقى على الاقل اذا طلبت هذا المفقود لا تطلبه على ان يزول من عنده، يبقى يجي لك مثله. اذا كنت اقل كمان من الدرجه دي، لا عايز هو ده بعينه. كل ده ماذا قاعدين ايه ننزل شويه، يبقى خلاص اطلبه منه، قول له ممكن تديني دي تشتريها منه مثلا، واخد بالك، ان اعطاها لك بالثمن خلاص اديك حصلت عليها وحصل مقصودك، او اساله انه يتصدق عليك بيها، فان اعطاك خلاص حصلت على مقصودك دون ان تتمنى حدوث ضرر منه عليه. ادي المعنى يعني اللي هو عايز الشيخ يقوله. فإن طلبته بضرر فذلك البغي، وهو من أعظم الذنوب. وقد رأيت في بعض التواريخ أن شخصا فتح الله عليه فتحا عظيما من الدنيا، يعني أرى كده في سير الناس السابقين إن في راجل كان ربنا إيه فتح عليه فتح كبير من الدنيا، يعني غنى فاحش، وكان بعض المساكين يمشي في الأزقة والأسواق، وما كان دعاؤه إلا أن يقول اللهم افتح علي كما فتحت على فلان، ويذكر اسمه، يذكر ذلك الشخص المنعم عليه. فقال له: يا هذا ما لك ومالي، ما وجدت أن تسأل الله إلا مثل ما أعطاني، ألا تكف عني، كلامك يزيدني شهرة، يعني في وسط الناس يقر علي، وربما قد يلقاني منه أذى، انك هتنبه الناس على ما عندي، فلو واحد حرامي يجي يسرقني، لو واحد قطع طريق يجي يقتلني، لو واحد لا كده ولا كده يحسدني، فكفايه عني بقى ما تذكرنيش بالاسم.
فأبى المسكين أن ينتقل عن ذلك القول، وقال له: ما شتمتك ولا سببتك، وأنا شتمتك؟ أنا بقول يا رب افتح عليا زي ما فتحت على فلان، أنا جيت هشتمتك؟ أنا سبيتك؟ أنا غلطان؟ كويس، وأنا أدعو بما يظهر لي، وأنا حر أدعو ربنا الحاجة اللي أنا عايزها يا أخي، وأنت كمان يعني هتضيق عليا حتى، فاهم؟ وأنا أدعو بما يظهر لي. فلما قال له ذلك قال له: كم يكفيك في يومك على ما تشتهي من النفقة؟ طب أنت عايز قد إيه في اليوم؟ وحل عني وما تدعيش باسم. قال له: عايز في اليوم 1000 جنيه. قال له: خلاص ليك 1000 جنيه كل يوم وبطل، اقفل بقى. فسمى له عددا فالتزم له إعطاء ذلك العدد كل يوم، ويقعد في داره ولا يذكره ولا يسأل أحدا، فبقي يجري عليه ذلك المعروف حتى توفي. وهذه الحكمة المرادة في الحديث: لم يجري الله عز وجل عادته أن يأخذها من واحد ويعطيها آخر، وعلشان كده إيه؟ فما هم راض براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، لأن كل واحد ما يعرفش ياخد الرزق يديه لغيره، ده رزقك ده جاي لك جاي لك مقاسك، ما تعرفش تحوله تعمله توكيل، واخد بالك؟ فده أمور إيه ربنا قسمها على العباد. وهذه الحكمة المرادة في الحديث: لم يجري الله عز وجل عادته أنه يأخذها من واحد ويعطيها آخر مثل حطام الدنيا، وكذلك المال أيضا، لأنه إذا أنفق مالا يرجع إلى أحد، لأنه قد حصل في الدار الآخرة، لأنه ما حسده في المال نفس، وإنما حسده في كونه أنفقه في حقه، وإنفاقه في حقه قد أسقط عنه ما عليه من الحق وثبت في ديوان حسناته. ومثل ذلك مثل من يرى شخصا قد حج كذا وكذا حجة وجاهد كذا وكذا مرة فحسده على ذلك، فحقيقة الحسد في مثل هذا إنما هو غبطة، لأنه في الحقيقة تمنى أن يفعل خيرا مثله، وكلام العرب فيه المجاز كثير وهو من فصيحه. وهنا بحث، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، كأنه أباحه في اثنتين، يوم العرب يفهم أن الحسد المباح ده بدون تمني ضرر للغير على طول كده، يفهمها على طول إيه، لأن المجاز عند العرب كتير مشهور في لغتهم، وكانوا يفهموا إيه مواقع الكلام بسرعة. يعني النبي مش محتاج بقى يقول لهم هنا الحسد ده مش معناه تمني ده، ويقعد يحكي لهم، لا هم فهموها على طول. احنا بقى اللي عشان جهل في اللغه نقعد بقى نعيد ونزيد ونشرح ونقول اصل دي مجاز ودي اصلها ايه ودي مش عارف، لكن ليه بقى؟ بسبب جهلنا في اللغه. لكن هم كان جيل فصيح يفهم اللغه على مراد النبي على طول. النبي قرشي عربي قرشي فصيح، وبيكلم عرب فصحاء، فلما يكلمهم مش محتاج يقعد ايه حد يترجم بقى ويشرح لهم، خلاص واضحه الامور. وهنا بحث، وهو المراد بالحكمة هنا الظاهر أنها الفهم في كتاب الله عز وجل، اللي هو إيه؟ الرجل الثاني أتاه الله حكمة، يقصد بالحكمة، المراد بالحكمة هنا الظاهر أنها الفهم في كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال العلماء: الحكمة هي الفهم في كتاب الله، مش كتاب الله حفظا، لا ده الفهم، لأن ممكن يبقى حافظ لكن فاهم غلط، زي ما احنا بنعاني من هذا الآن في زماننا ده، كتير ممن يدعي ان هو يعني ايه يريد الإسلام هو الحل، فهمه للإسلام فهم ضيق الأفق وغير مدرك للواقع، ويصعب على الناس حياتهم، والإسلام لم يصعب على الناس حياتهم، والمسلم لابد ان يكون عليم بزمانه مدرك لواقعه، ويكون فاهم أحكام الله كيف يطبقها مع اختلاف الأحوال، ده اللي فاهم. اللي مش فاهم تلاقيه مش فاهم الا صوره واحده من التطبيق، فاذا تغير الواقع وما يفهمش الا الصوره دي يصطدم مع الواقع، فيا اما يحطم الواقع او الواقع يحطمه. ليه؟ لانه ضيق الفهم. فهنا ايه المقصود؟ هنا مش انه يبقى حافظ كلام الله، لا، ده انه فاهم كيف يطبق كلام الله مع اختلاف الاحوال والظروف، واخد بالك؟ هي دي النقطة المهمة اللي احنا دلوقتي بنعاني منها،
اننا لا نجد، لان ما حدش على فكره مسلم يعترض ان الاسلام هو الذي يحكم. لكن الخلاف بين الناس وبعضها ان انا بعترض على فهمك انت للاسلام مش على الاسلام. انا موافق على الاسلام وانت موافق على الاسلام، بس انت عايز تدخلني في دائره فهمك انت، وانا رافض فهمك. انا بحب الدين بس رافض فهمك، مش عايز ابقى فاهمه زيك انت كده، انت فاهمه بطريقه تخنقني يا اخي. فهمت بقى المساله؟ فيبقى الاعتراض والخلاف اللي بين المسلمين هو خلاف على طريقه الفهم والتطبيق لا على اصل الدين، والا يبقى كفر. وما حدش كفر من المسلمين، ما حدش ذاق حلاوه الايمان ودخل حب النبي في قلبه ويتمنى الكفر اصلا. والحمد لله أمة النبي مجمعة على محبة النبي، مجمعة على تقديس القرآن، مش كده؟ كلهم مجمعين على ذلك. لكن الخلاف اللي بينهم ايه؟ وجهات نظر في طريقة الفهم. وعشان كده بيقول لك هنا الحكمة ايه؟ يعني رجل آتاه الفهم في كتاب الله. وعلى فكرة الحكمة هي انك انت تضع الأمور في نصابها. فهمت ازاي؟ ادي تعريف الحكمة، انك انت تضع الأمور في نصابها، مش انك تعرف الامور بس، لا، وتختار الامور المناسبه في الوقت المناسب للناس المناسبين كمان. ادي الحكمه. عشان كده سيدنا علي كان يقول ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال اتى وقته، وليس كل ما اتى وقته اتى اهله. يبقى الحكيم هو اللي يعرف ايه اللي يقال في الوقت المناسب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ لما تيجي انت تقعد مع ناس تكوينهم وفهمهم الديني بسيط، وتيجي تقول لهم ان انا عايز وعايز 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 حاجات في تفاصيل الدين صحيح ارادها الله في الجيل الاول ثم سلبها من الاجيال التي بعده بسبب اخبار النبي من علامات الساعه ان ايه؟ ان هتنقض عرى الاسلام عروه عروه. فهمت؟ واول ما ينقض الايه؟ الحكم. قايل كده النبي. تيجي انت بقى بعد ما نقض الحكم وده قدر الله تكلم الناس تقول لا انا عايز اجيب الحكم زي ما كان بالظبط ايام الخلفاء. طب مستحيل، الواقع تغير والناس لا تتحمله. فسيب بقى الناس على قدر ايه؟ ايمانهم، وعاملهم على قدر ما يفهموا، وخذ بايديهم حتى يرتفعوا الى فهمك بالتدريج. لكن ما تقهرهمش على فهمك وتقول لهم هو ده الدين وغيره، تبقى كفرت. ولو وافقوش يبقى يضربهم بالرصاص. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. جعلتهم يعني ايه؟ يكذبون الله ورسوله دون ان يشعروا، وبالتالي خاطبوا الناس على قدر عقولهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في زمن الفتن من تمسك بعشر ما يمسك تمسك به الصحابه يبقى ناجي، يبقى من الاوليه. يعني ما قالناش في زمن الفتن اتمسك بمية في المية، لأنه يعلم أني لا أجر على الخير أعوان. فهمت؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع حد إيه؟ يبايع النبي على الطاعة، يقوم النبي يلقنه ويقول فيما استطعت. شفت بقى النبي يلقنه ويقول له إيه؟ فيما استطعت، لأنه ما تعرفش تطيع النبي مع تغير الظروف طاعة كاملة. لأن في ظروف هتقهرك غصب عنك ما تعرفش تطيع الطاعة الكاملة المناسبة. وبالتالي النبي كان يلقن يقول له قل فيما استطعت، علشان تجد لنفسك ايه؟ يعني امل مع الله، ولا تيأس من رحمة الله. كل دي المعاني مهمة اللي هي معاني الفهم في كتاب الله. وعشان كده لما تلاقي واحد فاهم الدين بطريقة مناسبة تجده لا يصطدم مع الواقع فيحطمه او يتحطم هو، بل يعيش مع الواقع يقومه وينصحه ويتناصح معه ويبقى متعايش مع الواقع. لأن العلاقة بينك وبين الواقع هو التناصح وليس التناحر ولا التشاتم ولا التقاطر. فالعلاقة بينك وبين إخوانك المسلمين إيه؟ التناصح، لا تشاتم ولا تناطح ولا تقاتل، ولكن تناصح فقط. لكن الناس اللي فهموا الإسلام إن العلاقة بينه وبين سائر من خالفه هو التناطح والتشاتم والتبديع، ده ما فهمش بقى الإسلام. فهم؟ ده حصر نفسه في زنزانة ضيقة
وظن أنها إسلام، ثم بعد ذلك لما مارسها كان هو أول المنفلتين منها. وعشان كده شفنا كتير من المتزمتين هؤلاء في آخر حياتهم ارتدوا كفروا، حتى تركوا الصلاة. ليه؟ لأنه هو حصر نفسه في شيء ضيق وظن أن خلافه يبقى غير الإسلام، فلما لم تتحمله نفسه سنين طويلة تفلت. إنما اللي عنده فهم من كتاب الله تجد الأمور عنده سهلة، واخد بالك، يصل لمرحلة لما لا يجد على الخير أعوان، يبقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول له إيه؟ وليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك، اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر، لكن ما قالكش روح اتخانق مع الفرق كلها. فهمت إزاي؟ ما قالكش كده. فكل ده الفهم ده مهم. وهنا بحث، وهو المراد بالحكمة هنا الظاهر أنها الفهم في كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال العلماء: الحكمة هي الفهم. ومشهور الناس يقول لك الفهم، يكسر الفه كده، وخطأ قبيح يقول لك الفهم، حتى بتيجي النخبة تقول كده، غلط، خطأ قبيح، اسمها الفهم بفتح الفاء، ما فيش حاجة اسمها بكسر الفه. فهم دي مش عارفها انا، واخد بالك، ودمها تقيل حتى في الفاء، في ايه، في اول ما اقول لك الفهم الصحيح اعرف ان هو مش فاهم، ده مش عارف ينطقها اصلا، هيبقى فاهم ازاي؟ خد بالك من الحكايه دي. فيبقى الفهم بفتح الفاء لانه خطا شائع الان يحبوا يكسروه. والفهم في كتاب الله كالفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة هي الفهم في كتاب الله، والدليل على ذلك من الحديث قوله: يقضي بها، أي يحكم بها، ولا يحكم أحد بشيء بعد الإسلام ويكون مأجورا فيه إلا بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفهم في كتاب الله كالفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما من الحكمة. ما ربنا بيقول إيه؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، يعلمكم الكتاب القرآن، والحكمة السنة، ويزكيكم يربيكم الأدب. يبقى النبي جاء بالكتاب والسنة والأدب. كتاب وسنة من غير تزكية ما فيش أدب، يبقى ما فيش ثواب، لأنك لا تساب على الكتاب والسنة إلا مع التزكية مع الأدب. فهمت بقى؟ فلازم ناخد بالنا وإحنا بنقرأ القرآن، النبي جاء يعلمنا الكتاب والسنة ويزكينا، لأن التزكية اللي هي الأدب يجعلك تستفيد بالكتاب والسنة ثوابا في الآخرة، واخد بالك إزاي، وعملا في الدنيا، وتوجيها وإرشادا للآخرين، وتبقى قدوة حسنة للآخرين. لكن من غير تزكية تيجي حتى تقول للناس تؤمر بالمعروف عن المنكر، الناس ما تقبلوش منك. ليه؟ لأنه طالع من إنسان مش متربي. عارف أنت لما تبقى أنت متربي وقلبك منور، والله لو قلت للناس إيه تقبلوا منك، لأنه طالع من قلبه منور مزك. فاللي يجي يقول لك ويعني يشتكي لك، يقول لك انا كل ما اجي انصح الناس ما تقبرش تقبل مني، تقول له العيب فيك مش في الناس، عليك ان تزكي نفسك، فان زكيت نفسك الزكاه المطلوبه والتزكيه المطلوبه، هتبص تلاقي كلامك يبقى على قلوب الناس. يا يعني احنا شفنا مشايخ كانوا يشتموا الناس، شوف يشتم الناس ويقبلوه ويبقوا فرحانين بالشيخ. يعني الشيخ اسماعيل صادق العدل كان يجي له ناس يروح شتم من كتر ما هو الراجل بعيد في غفلة، ويبقى شتيمة الشيخ على قلبه ما أحلى من العسل. ليه؟ لأنه طالع من قلب منور، أما بيشتموا يشتموا بشفقة الأب مش بتعالي المتكبر، زي ما تشتم ابنك كده وصعبان عليك، فما تقصدش التعالي. ليه؟ لأنها طالع من قلوب متربية. فناخد بالنا إن الرسول وظيفته يعلمنا الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي السنة، ويزكينا اللي هي وسيلة الأدب التي تجعلك تفهم الكتاب والسنة، ويكون سلوكك مطابق للكتاب والسنة، ويكون نصحك للناس نافع في الناس، لأنك لما تكون ملتزم بما أنت تأمر به الناس إيه؟ تطيع لك. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقعد يكلمك في الزهد والزهد 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 والزهد، وتلاقيه متجوز 4 ستات وعايش في قصر
وعنده 10 عربيات ولسه عنده نهم للدنيا، وهو بيديك محاضرات كل يوم بقى له 10 أيام في الزهد، أن أن تفهم منه زهد، لأنها طالعة من قلب طامع. فهمت بقى إزاي؟ فلابد أن يكون الإنسان متحقق بما يقول، يقوم كلامه يؤثر. والفهم في كتاب الله كالفهم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما من الحكمة، والحكم بهما مخرج واحد، لأنهما الثقلان اللذان قال صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا ما تمسكتم بهما، اللي هو كتاب الله وسنته. وتعليمهما للغير من الكمال، لأنه إذا كان يفهم عن الله ويعمل به ويعلمه فهو أعلى المقامات، لأن هؤلاء هم ورثة الأنبياء عليهم السلام. وقد قال عليه السلام: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعد موته. وأعلاها بث العلم، والعلم الذي فيه هذا الأجر العظيم هو علم الكتاب والسنة أو ما استنبت منهما. وقد جاء أنه من صلى الفريضة وقعد يعلم الخير نودي في ملكوت السماوات عظيمة، لدرجة يعني العلماء يقول لك إيه، وأظن ورد فيها أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إذا قعدت تتعلم بابا من العلم خير لك من 1000 ركعة. باب من العلم واحد خير لك من أن تركع 1000 ركعة، لأن ممكن أنت من غير باب العلم ده تقعد تركع 1000 ركعة بوضوء غلط، بدون خشوع، لا تعرف الأركان، فيبقى 1000 ركعة باطلة. لكن بباب العلم ده تبقى الركعة الواحدة اللي هتركعها صحيحة مقبولة، يبقى أنت مستفيد. فاهم؟ وعلشان كده الإنسان لا يتهاون بأنه إيه؟ يعني يحضر دروس العلم فيتعلم بابا من العلم خير له من أن يركع 1000 ركعة. وهنا بحث، وهو: هل الفهم في الكتاب معناه فهم الأمر والنهي من التحليل والتحريم ليس إلا؟ فإن كان هذا فقد حصل لمن تقدم ولم يبقى للمتأخر شيء منه، لأن الأصول قد تقاعدت والأحكام قد ثبتت، أو أن المقصود ذلك وما فيه من الحكم وفوائد أمثاله وفهمها، وما الحكمة في كل مثل والقصص كذلك؟ فإن كان هذا فهو لا ينقضي إلى يوم القيامة. يعني هل الحكم الفهم ده المقصود بفهم الأحكام؟ طب ما الأحكام الأجيال كلها فهمتها، ما عليك إلا إنك أنت بس إيه تدرس فهم السابقين وتنفذه. لكن هل كل جيل له فهم خارج عن الأحكام في عبر القرآن وأمثال؟ لأن الأحكام الشرعية في القرآن في حوالي 500 آية بس، والقرآن 6240 آية. فهمت بقى؟ لكن الأحكام كلها في حوالي 500 آية. آيات الأحكام حتى متصنف فيها مجلد واحد، آيات الأحكام 500 آية، والقرآن 6000 وشوية، والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه على عد الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول ثبت عنه 60,000 متن ب1000 إيه سند، يعني كان أحاديث النبي حوالي 60,000. طب كم حديث في الأحكام من 60,000؟ حوالي برضو 500. شوف قد إيه. طب والباقي؟ الباقي مجالات الفهم بقى. فإذا كانت 500 الأحكام دي خلاص الأحكام تقاعدت، لكن هيبقى لكل جيل نصيبه من الفهم، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقضي عجائبه، فكل جيل ياخد حظه من الفهم. وما الحكمة في كل مثل والقصص كذلك؟ فإن كان هذا فهو لا ينقضي إلى يوم القيامة، ويأخذ منه المتقدم والمتأخر كل بحسب ما قسم له. وإلى ذلك أشار بقول صلى الله عليه وسلم فيه: لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء. مثال ذلك قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ينبغي أن نعلم ما الفائدة بالإخبار بهذه القصة لنا، وما لنا فيها من التأسي بمقتضى الحكمة. يعني هو ليه ربنا بيحكي لنا يعني قصة سيدنا موسى والبحر وانفلاق البحر؟ طب إحنا إيه اللي حينبني عليه عمل لينا إحنا؟ أكيد فيها حاجة معينة، مغزى ربنا عايز يعلمنا حاجة معينة منها،
والا هيحكيها لنا ليه يعني؟ ما في وقائع كتيره حصلت قبلنا وربنا ما حكاش كل الوقائع، ده حكى بعض الوقائع فقط. طب اشمعنى يعني بيفترق دي؟ اكيد في حكمه معينه يريد ان يوصلها لك. ينبغي ان نعلم ما الفائده بالاخبار بهذه القصه لنا، وما لنا فيها من التاسي بمقتضى الحكمه. ومن تقدم من العلماء لم يتعرضوا الى هذا المعنى فيما اعلم. شوف برضه دقه الشيخ قال فيما اعلم، لان يمكن يكونوا تعرضوا وهو لم يطلع. فالانسان برضه لما يقول ايه ما حدش قال كده يقول فيما اعلم، لانه ربما يكون في ناس لكن هو لم يطلع على كلامهم. فهمت بقى؟ فدي دقه برضه. وهو ما مما نحن مخاطبون به، لانه لم تقص علينا القصص عبثا، لأن الله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالفائدة في ذلك والله أعلم أنه لم يخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلا بعدما أمره الله تعالى بذلك، ثم قام البحر أمامهم ورأوا الجمع وراءهم، وقد وقع العين بالعين، وأيقنوا بالعادة الجارية أنهم مدركون قطعا. فسألوا موسى عليه السلام لعله يكون عنده أمر من الله تعالى يفعله عند وقوع العين بالعين، لأن قولهم إنا لمدركون وهو عليه السلام قد أبصر ما أبصروا من الجمع والبحر، ما الفائدة فيه إلا استخراج ما عنده في ذلك؟ فلم يكن عنده شيء مستعد للعدو، إلا أنه يعلم أن الذي أمره ووفقه لامتثال أمره هو معه ولا يسلمه، فلم ينظر في ذلك إلى مقتضى العوائد الجارية ولا غير ذلك، لأن قدرة الله تعالى لا تنحصر للعادة، يفعل عز وجل ما شاء كيف شاء. فقال جوابا لهم كلا إن معي ربي سيهدين، يعني أنا ما أعرفش هعمل إيه، لكن ربنا اللي أمرني إن أنا أخرج ووعدني بالنجاة هو هيهديني. كأنه فوض إلى الله وسيلة الإيه؟ النجاة، هو مش عارف. يبقى كان سيدنا موسى ربنا بيحكي لنا الحكايه دي انك انت تفوض الامر الى الله، تبقى في كمال التفويض الى الله. فاذا فوضت الامر الى الله جعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرج. ادي المعنى، هو ده كان الرساله اللي ربنا عايز يوصلها لك. وسيدنا موسى ما كانش عارف الحل ايه ساعه ما سالوه، قالوا انا لمدركون، ما قال لهمش لا ده انا هضرب العصاية وهعمل البحر كذا وهيفترق، ما قال لهمش، ما يعرفش لسه. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فربنا أوحى له في الحال اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. كأنه عليه السلام يقول بمتضمن قوة كلامه يا قوم ليس لي شيء أفضلكم به إلا قوة إيمان بالله ويقين به وصدق معه، فهو يهديني لما فيه نجاتي ونجاتكم. فما فرغ من كلامه إلا ونزل عليه قوله تعالى فأوحينا إلى موسى، وجاب الفاء اللي هي سرعة إيه؟ سرعة الإجابة. ما قالش وأوحينا ولا قال ثم أوحينا، ده قال فأوحينا في الحال، سرعة المخرج وسرعة الفرج. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فجاءه الجواب من الله بالفاء التي تعطي التعقيب والتسبيب لما أخبرهم بحاله مع ربي في الحال. لما أخبرهم بحاله مع ربي في الحال أتته الهداية كما يليق بالعظيم الجليل إلى الضعيف إذا وثق به، فكان من أمرهم وأمر عدوهم ما قص عز وجل بعدو كذلك أنت يا من قصت عليك بعد. بعد وس، وبعدين نحط فصلة وتبقى الواو دي تبع وكذلك. وكذلك أنت يا من قصت علي هذه القصة إذا كنت ممتثلا لأمر ربك كما أمرك ولم تعلق قلبك بسواه، يمدك بالنصر والظفر في كل موضع تحتاج إليه، ولا تقف في ذلك ما عدا جارية كما فعل أصحاب موسى عليه السلام، فكن في إيمانك موسوي العقل، يغرق فرعون هواك بلطف مولاك في بحر التلف. كل دي بقى ايه؟ اشارات صوفيه لطيفه. وكذلك كل من ارادك بسوء، قال عز وجل في محكم التنزيل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانما ذكرت هذه القصه تصديقا لهذا الوعد الحق، وهو قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لان القصص اذا
ذكرت بعد الوعد كانت تصديقا له وتأكيدا. وقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة العبد إلى الله إنما هي باتباع أمره واجتناب نهيه. نصرة العبد إلى الله إنما هي باتباع أمره واجتناب نهيه، ونزود عليها مع كمال التفويض والثقة بالله، تزودها دي يعني، نحط كده في الهامش هي طبعا الشيخ يقصدها، لكن ايه تركها اكتفاء. لكن انت تقولها، لان احنا بقينا في زمن ما بتدركش الناس المكتفى بعدم الذكر، يبقى مع كمال التفويض والثقة في الله. وفي هذه القصة إشارة لطيفة، وهي أنه إذا كان واحد ممن هو ممتثل في جمع وهم له مطيعون أنهم ينصرون. شوف لما كان سيدنا موسى في الجمع ده كله هو الممتثل وفي كمال التفويض، تفويضه ده فاد كل المجموع، يبقى صحبة الصالحين تفيد. لما تمشي مع واحد مفوض إلى الله وربنا ينصره ويفرجها على إيده، هتفرج لك من خلالك، من خلال صحبتك له. يؤخذ ذلك من أنه لم يكن على يقين موسى عليه السلام في القوم غيره، فلما كانوا له مطيعين عادت على الكل تلك البركة بذلك النصر العجيب. وفيها أيضا إشارة وهي أكيدة في هذا المعنى، وهي أنه لما بادر عليه السلام للأمر ممتثلا، علم بحقيقة الإيمان أن الآمر لا يترك من أمره وامتثل أمره، فإنه خلف، والخلف في حق الله تعالى محال. فإذا رأى المرء نفسه قد قام بأمر ربه كما أمره إيمانا واحتسابا، فلا يشك في النصر ولا يدخله في ذلك امتراء، فإن دخله شك فهو ضعف في التصديق، وإذا ضعف تصديقه وهو إيمانه خان نفسه ولا يشعر، وهذا من خدع العدو، وقد يبطئ عليه النصر من أجل ذلك. يعني كلما كانت ثقتك في الله ضعيفة، كلما تباطأ النصر لك بقدر ضعف ثقتك في الله. فإذا انعدمت، انعدمت النصر. وإذا كانت موجودة بنسبة 10% هتنصر 10%، 20% تنصر 20%، 100% تنصر 100%، كل على حسب إيه؟ ثقته في الله ودرجتها يعني. وشوف سيدنا رسول الله برضو لما قال: وما ظنك باثنين الله ثالثهما، واخد بالك؟ وهكذا معروفة يعني الحاجات دي. فلا يزال مع الإبطاء يضعف إيمانه حتى قد يكون سببا إلى الشقاوة العظمى، وهو من مكايد العدو. وقد قال تعالى في كتابه مثنيا على من قام بأمري في هذا المعنى الذي أشرنا إليه، ومخبرا بحاليم الجليل كيف كان ليقع بهم التأسي في ذلك الشأن، فقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، أي الله يكفينا. والآي في هذا المعنى كثير، وفيه دليل على كثرة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وإرشاده لهم لكل ما فيه ربحهم في الدارين. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، وسمى هذه التي بين وما في التي بين وما فيها من الخير، وهي الحكمة المذكورة، وسمى المال الذي سلط صاحبه على هلكته في الحق. وقد يقول السامعون أو بعضهم: وأي فائدة لنا في الدنيا أو في الآخرة إذا تمنينا أن يكون لنا مثل حال صاحب هذا المال الذي ينفقه في الحق؟ وماذا يعود أيضا علينا من أن نتمنى حال صاحب الحكمة التي يقضي بها ويعلمها؟ وليس كل الناس فيه أهلية لذلك فيتمنى أحد شيئا وهو يعلم أنه لا يمكنه لحاقه، مثل شخص لا يعرف ولا يقرأ ولا يكتب، فيقول: كيف أتمنى أنا حال هذا؟ وهو إذا تمنى حاله بإخلاص مع الله فإن له مثل أجره، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه، يصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية لله، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان بنيته فأجرهما سواء، لأن نية المرء خير من عمله.
فكأن النبي بيقول لك لحتى لو لم تؤت أنت الحكمة تمنى أن يبقى عندك حكمة فيتأخذ الأجر بنيتك، حتى لو لم يكن لك مال تمنى أن يكون عندك مال فتنفقه في طاعة الله فيكون لك مثلما لهذا الرجل من الثواب، لأن نية المرء خير من عمله. فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم ولا يعلم الله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. النوع الثالث بقى رجل أتاه الله مال بينفقه في معاصي الله. الأولاني اداله مال ينفقه في طاعة الله، والتاني اداله علم وما ادالوش مال، فصاحب العلم علمه وصله إنه يقول لو كان عندي مال لأنفقت زي الأولاني، فياخد زي ثواب. التالت بقى رجل أتاه الله مال ينفقه في معاصي الله، والتاني ربنا أفقره ما ادالوش مال واداله جهل، فيقول آه لو كان عندي مال لعملت زي ده، فهم في الاسم سواء. فهمت بقى؟ فربنا ينجينا. فهو بنيته ووزرهما سواء. والعلم المذكور هنا المراد به أن يعلم ما في المال من الحق، وهذا القدر من العلم يكاد لا يخفى على أحد إلا اليسير من الناس. فإذا علم أن في المال حقا ولم يعرف كيفية إخراجه فيسأل عنه ويمتثل ما يقال له في ذلك، فعلمه أولا أن في ماله حقا لله وعزمه على توفيته. يعني لو ادك مال وانت ما تعرفش حق الله فيه اروح اسأل العلماء يقولوا لك. وسؤاله عن ذلك وإخراجه في وجوهه الواجبة والمندوبة عالم يطلق عليه. فأراد عليه السلام بجواز الحسد هنا الذي هو المبالغة في التمني لأن يحصل للحاسد هذه المنزلة الرفيعة وهو لا يعلم، كما حكى أنه كان في بني إسرائيل عابد ومرت به سنة شديدة فمر بكثيب من رمل فتمنى أن يكون له مثله طعاما فيتصدق به على بني إسرائيل، وكان صادقا مع الله تعالى، فأوحى الله عز وجل لنبي ذلك الزمان عليه الصلاة والسلام أن قل لفلان أني قد قبلت صدقته. فأراد سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يسوق لنا كل خير كان لمن تقدم من الأمم بطريقة لطيفة وتعليم جميل، وكذلك أيضا الحاسد لصاحب الحكمة إذا كان عمره من حيث لا يمكن أن يصل إليها يحصل له أجر النية على العزم على ذلك، لأنه قال صلى الله عليه وسلم نية المرء خير من عمله. وقد حكي عن بعض أهل الدين والفضل أنه دخل على أخ له مريض يعوده فقال له المريض انوي بنا حجا انوي بنا جهادا انوي بنا رباطا، فقال له يا أخي وأنت في هذه الحال مريض كده تعبان، فقال إن عشنا وفينا وإن متنا كان لنا أجر النية إذا كانت صادقة. فهؤلاء فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك يحصل له شيئان عظيمان، أحدهما الندم على تضيع العمر وقد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، والثاني حب أهل الخير وإيثارهم على غيرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقد يزيده مع ذلك التأسي بهم في بعض الأشياء التي يسمعها منهم ويكون بينهم وبينه مناسبة ما، والتشبه بالكرام فلاح، وقد يكون صادقا مع الله فيفتح له في ذلك بطريق خرق العادة كما ذكر عن يوقنا. يوقنا في فتوح الشام، مع أنه كان لا يفقه من العربية شيئا، ده واحد كان إيه رومي فلما فتحت الشام كان ما يعرفش العربية، وربنا سبحانه وتعالى علمه العربية بغير تعليم وحفظ القرآن بغير محفظ من باب إيه الصدق في الوعد، مع أنه كان لا يفقه من العربية شيئا وما ذكرناه إلا من أجل بيان خرق العادة في كسب العلم ليس إلا، فلما أخذ المسلمون حصنه وأسروه أصبح وهو يتكلم بالعربية وهو يحفظ صورا من القرآن وأسلم. فسأله حاكم المسلمين حاكم المسلمون عن حاله، هي حقها فسأله حاكم المسلمين مش كده برضو؟ ها؟ أنا عندي المسلمون، فسأله حاكم المسلمين. في لغة نادرة في العرب إن جمع المؤنث السالم يثبت على الواو والنون على كله، في لغة نادرة واخد بالك، يمكن هو كتبها على اللغة النادرة دي لكنها إيه خليها المسلمين عشان تبقى ماشي على اللغة المشهورة. عن حاله من أين أتاك هذا الأمر؟ فأخبره أنه رأى سيدنا صلى الله عليه وسلم في النوم وأنه هو الذي علمه ذلك، يعني النبي قاله في الرؤية وعلموا العربية وحفظوا القرآن
واخد بالك؟ زي الحاجة إجلال، الحاجة إجلال اللي كنا نعرفها دي ست راهبة ما كانتش تعرف حقيقة حاجة حد ما بلغت من العمر 60 سنة في الرهبانية، وكان خالها البابا شنودة، وكانت عاملة عملية في المستشفى اليوناني اللي في العباسية استئصال معدة، جالها النبي وهي في العناية المركزة يقظة، دخل عليها، ودي راهبة طول عمرها متربية في الكنائس، دخل لها يقظة سيدنا رسول الله ومسك ايدها من مكان الصليب وقال قبلتك هذه، فرأت الكعبة وأسلمت، ولما شال ايده اختفى الصليب ودخلت في الإسلام وعرفناها وكانت تزورنا يعني، وماتت يمكن من 3 سنوات أو من سنتين رحمها الله، ماتت قرب 85 عام يعني، كانت بلغت من العمر قرب 85 سنة رحمها الله. يعني في حاجات خارقة عادة بتحصل، وكانت ترى النبي يقظة، حتى أنه رأته يصلي على إحدى سجاجدها في بيتها اللي في شبرا، فالسادات لما عرف الحكاية دي عن طريق الشيخ الشعراوي، لأن هو اللي سماها إجلال، فقال طلب من الشيخ الشعراوي أن يجيب له السجادة دي، فالسادات خد السجادة دي، وكان ساعتها بيعد الحرب 73، فكان يصلي عليها طول الليل ويدعي على سجادة الحاجة إجلال دي، واخد بالك؟ قصص معروفة يعني. ها؟ هو فضل الله يؤتي من يشاء. يعني المفروض ان يعني المقصد ايه؟ ما تقولش يعني وبعد ما شاب ودوك كتاب تبقى عندك مثلا 70 سنة وشايف واحد ايه فاهم القرآن وبيقضي بين الناس وبتاع، تقوم تخاف تتمنى تقول له طب هتمنى يعني هوصل له ازاي؟ ده انا عندي 70 سنة، امتى اتعلم وامتى افهم وامتى لا، انت بقى ايه؟ انوي بس. انوي بس وما تيأس. هي المقصد كده. لأن فضل الله واسع. فإن لم يحقق لك في الواقع، وممكن يحققوا لك في الواقع زي يوقنا ده اللي النبي جاله في الرؤية وعلمه، أو إنه يكتب لك الثواب في الآخرة ويوفر عليك معاناة العلم والبحث. فيعني الفرق، أنت لما تتعامل مع الله تتعامل مع فضل الله، وما تقس بقى فضل الله بإيه؟ بقيود عقلك الضعيف. فهمت؟ فأخبره أنه رأى سيدنا صلى الله عليه وسلم في النوم، وأنه هو الذي علمه ذلك، وانتفع المسلمون بإسلامه كثيرا جدا، أو يعطيه كما أعطى صاحب المال بحسن نيته، فإن المولى كريم منان، فبان ما قلنا من الدلالة على نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وحسن إرشاده لهم من هذا الحديث بما أبديناه. ويترتب على هذا من الفقه وجوه، منها الجد، الجد في فهم الحديث، والجد تنفع بفتح الجيم وكسرها، والكسر أحسن عشان يبقى الجد في الاجتهاد والجد في النسب، واخد بالك؟ لكن اللغة واسعة، منها الجد في فهم الحديث والكتاب لما فيهما من الخير، وأنه ينبغي لكل من له ولاية على رعية ولو على نفسه، الذي لا بد لكل شخص منها، أن ينظر كيف يجلب لهم الخير بحسن إرشاده منه اقتداء بهذا السيد صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى أن العلم لا يكمل الانتفاع به إلا مع العمل به، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ويقضي بها. وفيه دليل لأهل الصوفة، لأنهم يسأل بعضهم بعضا أين مقامك وما حالك مع ربك، وما ذاك منهم إلا لأن يقع التأسي بنبيهم عليه السلام في ذلك الترقي، ولغبطة بعضهم ببعض. ولذلك قال إذا كانت نفسي لك وكنت لي فأنا صاحب الدارين وهما لي. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الحديث 71 غدا إن شاء الله. معلش أطلت عليك وقلنا نخلص الحديث في مجلس واحد علشان إيه ننتهي منه، وإحنا أصلا عندنا وقت يعني الأحفاد اللي لنا بس إيه حوالي 7 صور كده وخلاص، حاجة بسيطة إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم.